حبيبي يا ربنا يخليك، الشرف ليا وحلاوة اليوم النهارده ان بعد تأهل للنهائي الحمد لله، ففرصة بقى ظابط ميعاد الاربع، يا قبل ماتش مهم يا بعد ماتش على طول كده. لا وحتى الطريق كلامنا انا وانت الاخر الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن المباراة بتاعت امبارح، قلت لك لا انا مش قلقان وهنتأهل ان شاء الله النهائي والحمد رب العالمين. مبدئيا طبعا نبارك لجماهير النادي الاهلي كبيرة جدا جدا جدا، ومجلس ادارة واللعيبة والجهاز الفني، كل حد بيحب النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك وان شاء الله نبارك بعد ما نفوز بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي بيأدي بشكل متميز جدا. كلام كتير عن مباراه امبارح، شفتها ازاي من البدايه؟ شفتها ازاي من التشكيل؟ شفتها ازاي؟ هل توقعت الاهلي هو اللي يبادر بالتهديف؟ التشكيل كنت متوقع التشكيل تمام الحمد لله. كنا بنتكلم برضه يا يعني الحاجه الكويسه الاسبوع اللي فات اتكلمنا انا وانت في حاجات كتير جدا، حتى اتكلمنا ان لو الاهلي سجل هدف الامور هتبقى صعبه جدا بالنسبه لوفاق سطيف، وحصل، واتكلمنا على الضغط الجماهيري، اتكلمنا على نوعيه الملعب ممكن تضايق شويه لعيبه الاهلي، حصل امبارح، اتكلمنا ازاي لعيبه الاهلي امتصوا الضغط الجماهيري الفظيع امبارح، امبارح الاستاد مقفول يا ايهاب على الاخر طبعا طلع في الجزائر لا الوضع زي ما توقعناه بالظبط، لكن الحاجه الحلوه ان الاهلي كان متمسك جدا في بدايه المباراه، مش اي مشكله خالص. يمكن فرص مش كتير لكن كانت مؤثره، لو الفرص كانت اترجمت اعتقد كان الاهلي ممكن امبارح يطلع هو اللي فاز بالمباراه. فاق سطيف عامل ضغط وعامل ضغط جامد جدا ومستحوذ استحواذ تام في على المباراه، لكن لما تقيس الخطوره نفسها اللي هو الحاجه الاخطر، لا مش الحمد لله ما كانتش موجوده خالص، وده يحسب لعيبه النادي، اللعيبه اللي لعبت امبارح خطه موضوع كويس جدا، استحوذ زي ما انت عايز في نص ملعبك او في التلت، لكن التلت الاخير لا مفيش مشكله، لا في مشاكل بالنسبه للعيبه وفاق سطيف متمركزين كويس قوي، اذا كان سعد اذا كان كولوبالي فتحي ايمن، وطبعا عاشور والسوليه عاملين دور هايل امبارح، عاشور هايل امبارح هايل، يعني عايزين الفقره كلها بالظبط، يعني في لعيبه امبارح اهاب اللي هي في المواقف دي كنت دايما اقول لك انا لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف دي، في لعيبه معينه تحس ان انت متوسم فيها خير وفعلا حصل، يعني طبعا كل التحيه لكل لعيبه اللي لعبت امبارح حتى اللي نزلوا بدلاء، لكن في لعيبه امبارح تحس او كنت تتمنى هم بقى في اليومهم او في الفورمه العاديه بتاعتهم هيفرقوا معاك، تروح بادئ على طول باحمد فتحي هيفرق معاك، احمد فتحي الخبره الكبيره قوي البطولات الكبيره دي يفرق معاك امبارح، عاشور وتمركزه والسوليه دول اكتر اتنين امبارح انا كنت بقول يا رب يبقوا في حالتهم العاديه، لان هم دول اللي هيدوك بالظبط، ده المحور هيديك الشكل العام بتاع فرقتك حتى لو انت مضغوط، لكن الاثنين دول موجودين واقفين كويس قوي مغطين كويس قوي. طبعا العلامه الفارقه والمميزه في النادي الاهلي بقاله فتره كبيره جدا والعلامه الغريبه عشان منتخب مصر وليد سليمان، اداء متميز مجهود ما شاء الله، يعني رفع ايده لربنا يعني ربنا بيديله. طبعا يا ربنا بيديله يا الجول مش سهل، وجري تمريره من العمق رائعه للخبره الكبيره اللي انت بتقول عليها، هم دول الخبره من تحت شايف الملعب كويس قوي، حاطط تمريره ما يعملهاش يعني زين الدين زيدان في عصره الذهبي، حاططها كده من نص الملعب قطع رايحه، وليد مستني على الكوره وشايف لو وقف ولا شاف المدافع هيروح عليها صبر خالص، وهي فيها امل التعديه زاد بالظبط، عدى خدها، اول ما خدها يا كابتن مش بياخدها ويجري، ده من اول ما خدها باصص على وضعه فين، بص الجون طالع منين، خد كده سنه شمال صغيره قوي بسنس لعيب الكوره، وسع لنفسه خدع الجون، الجون راح في الزاويه اللي هو عايز يروح له عليها يقفله، دي حطها له على طول ما حسسناش باي حاجه جراح. بص هو وليد خبره السنين كلها كان في الكوره دي، وليد وهو رايح للكوره ايهاب عارف ان اللي هيفرق في مباراه الكوره دي، وحصل يعني سبحان الله الكوره دي وليد رايح بيقول هو ده اللي هيعمل الفرق في المباراه دي، حصل والهدف هدف ليك انت، الموضوع بالنسبه لهم بقى مستحيل، مش شبه مستحيل طبعا، استحاله تكسب الاهلي انت اربع اهداف مش ممكن، برغم انك مستحوذ وكده لكن انت مش عارف توصل، مش مقدم الخطوره، سيبك من هدفين، خطا الشناوي مفيش حد يتكلم، بتحصل عادي جدا جدا جدا، جاي لك في كل حاجه يعني ايه، لكن المباراه امبارح ككل انت خرجت باللي انت عايزه الحمد لله انك انت تتاهل للنهائي.